طيب معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ومساء الخير يا كابتن عدلي، ويسمح لي يا استاذ ابراهيم ان انا برضو اهنيك على الهوا، تمنياتي ليك بالتوفيق دايما لبنتنا العزيزه. شكرا جزيلا، وتشرفنا وشرفنا مجلس اداره النادي الاهلي اليوم، كل الشكر يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا، اتفضل يا دكتور. في الحقيقه يعني انا بتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الدكتور اسامه الازهري على اهتمامه بالرياضه واهتمامه بالشان الرياضي وتعزيز قيم الرياضه في الحقيقه. واذا سمحتوا لي ان انا حابب اكد لفضيله الاستاذ الدكتور اسامه يعني في الحقيقه تقدير النادي الاهلي له الكبير في الحقيقه، وان احنا كمان بناكد له ان الاخلاق والقيم هي جزء من الممارسه اليوميه للنادي الاهلي طوال طريقه اللي ابتدى اكثر من 114 سنه، سواء كان داخل ارض الملعب او خارج ارض الملعب. ايضا هذه القيم وهذه الاخلاق النادي الاهلي يمارسها ولا يتحدث عنها، لكن يعني بتبقى موجوده في حياته اليوميه. وفي الحقيقه كمان كل رموز النادي الاهلي على مدار تاريخه وقياداته الكبيره العملاقه، سواء كان الفريق مرتجي، سواء كان الكابتن حسن حمدي، سواء كان كابتن محمود، يمكن احنا كلنا بنفتخر بان الشهاده عندما تتحدث عن هذه الاسماء فسوف يكون الاخلاق هي فريق هذه القيادات الكبيره العريقه التي اسست وعملت داخل الدوله المصريه اولا ثم النادي الاهلي ثانيا. في الحقيقه كل ده احنا حريصين عليه، وفي الحقيقه احنا كنا سعداء باهتمامه بالشان الرياضي. لكن كمان عايزين ناكد للساده المشاهدين ايضا وجميع المصريين ان النادي الاهلي على الرغم من الممارسات والتجاوزات الغير اخلاقيه التي تمت في الفترات السابقه سواء كانت من افراد او مؤسسات رياضيه، لم يتجاوز النادي الاهلي في حق اي مؤسسه رياضيه مهما كانت كبيره او صغيره او اي فرد داخل منظومه رياضيه او اي فرد داخل منظومه المجتمع المصري، بل على العكس تماما كان النادي الاهلي يكن بكل احترام وتقدير لكل مؤسسات الرياضه المصريه، وسواء كانت من اتحادات، لجنه اولمبيه، وزاره رياضه، انديه صغيره، انديه كبيره. في الحقيقه ده كان نهج النادي الاهلي الدائم والذي يؤكد عليه في كل موقف وفي كل مناسبه رياضيه. نهنئ انفسنا عندما نفوز ونحترم الاخرين ايضا عندما نفوز، لكن لا نتجاوز في حق احد ولا نتجاوز في حق لاعب ولا نتجاوز في حق مؤسسه، بل بالعكس تماما كل تقدير لكل المؤسسات الرياضيه المصريه. مره اخرى انا في الحقيقه يعني بنتقدم الشكر الجزيل لفضيله الاستاذ الدكتور اسامه على اهتمامه بالشان الرياضي واهتمامه بتعزيز القيم الاخلاقيه في الشان الرياضي اللي هي جزء من الرسالات السماويه في الحقيقه، وهذا دور ايضا احنا بنقدره. ولكن في هذا الجانب نؤكد لفضيله الدكتور اسامه ان النادي الاهلي يمارس الاخلاق في كل تصرفاته، يمارس القيم في كل تصرفاته، وهناك ثلاثه كلمات في الحقيقه احنا كاتبينهم جزء اصيل من النادي الاهلي الان: تاريخ، مبادئ، تطوير. وجزء من مبادئ النادي الاهلي هو احترام قيم الرياضه، وقيم الرياضه ممثله في الميثاق الاولمبي الدولي، ممثله في القانون الوطني المصري، ممثله في اللوائح المنظمه للحركه الرياضيه المصريه. هذا جزء اصيل، وكل تصرفات النادي الاهلي على مدار تاريخه 114 سنه لم يذكر التاريخ ان النادي الاهلي تجاوز في حق احد او تجاوز في حق مؤسسه، ولكن كان لديه حرص شديد على احترام القيم المصريه اولا ثم قيم الرياضه ثانيا، وتظهر في كل تصرفاته وفي كل سلوكه. كل التوفيق لكل المؤسسات الرياضيه المصريه، وشكرا لحضراتكم ان سمحتوا لنا بهذه الدخله على قناه النادي الاهلي. شكرا ليك يا دكتور، تحدثت فاوجزت فانجزت، كفانا الكلام يا استاذ ابراهيم. شكرا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي والحياه.